عاصمة الشرق تزينت لموعدها، كيف لا، والدوري الدولي للتايكواندو في سادس نسخها للعالمية وصلوا بإبداعات رجالها حتى أضحى خير وجهة للتايكواندو ولعاشقيها. عاصمة التايكواندو أنت يا وجدة، لا أحد يجادلها، فالصورة أمامكم، أترك لكم مشاهدين التعليق عليها. فخر بين الأمم بالأحمر والأخضر، زينة كل الألوان، مغرب الأبطال والإنجازات هنا بوجدة، يعزفون اليوم على أجمل الإيقاعات والألحان، وصور لمواعيد ستبقى في الأذان. العاشقون للرياضة بوجدة كثر كالإنسان الولهان، وللتألق باسمون فتابعوهم فهي عادتهم من ذاك الزمان. إذن هي صور رائعة وجميلة من هذه الفرقة الرائعة والمبدعة والجميلة، فرقة الأحلام ديمو، التي أتحفتنا بلوحات فنية رائعة في رياضة التايكواندو، واستمتعنا كما استمتع المشاهد الكريم بهذه اللوحات. أترك التعليق لبانر الإسماعيلي، المغرب دائما كان متفوق، دائما مميز، دائما واحد من المدارس الكبيرة في رياضة التايكواندو. وحينما يتعلق الأمر بعروض مثل العروض اللي تابعنا، فتابعنا في مواعيد عالمية، المغرب كان دائما يخطف الأضواء، والأكيد أنه كانت فقرات رائعة من جانب فرقة الأحلام ديمو. نعم أخي عديل، يعني التايكواندو اختصاصات، ويعني كاين اختصاص المباراة، وكاين اختصاص البومسي، واختصاص العروض أيضا. فاليوم يعني شفنا طبق جميل من اختصاص البومسي من طرف فريق دريم ديمو تيم، اللي هو فريق عالمي يعني بألوان مغربية وبعروق مغربية وبأبطال مغاربة، شارك في عدة ملتقيات كبيرة كبرامج مواهب العربية أو برامج مواهب أوروبية، كان من خيرة يعني الممثلين المغرب في هذه البرامج، وتوصل يعني لعدة مراتب عليا، منها أدوار نصف نهائية ونهائية في هذه الملتقيات هذه. فاليوم تشوفوا طابق عالمي من فريق يعني بشاب مغمور يعني من مدينة طنجة كان على ما أعتقد. فاليوم وجدة كتزين بهذا الأطباق هذه والاختصاصات كاملة، يعني من بومسي، من مباراة، ومن عروض أيضا، فشيء يتلي الصدر، وهنيئا لوجدة بهذا الطابق الرياضي الجميل والممتع. ديمو عالميون بإبداعاتهم والصور خارقة بلمساتهم، وبوجدة اليوم يخطفون الأضواء كما يخطف الأضواء بعد لحظات الحدث، كما قلنا دورة السادسة للدوري الدولي للتايكواندو بمدينة وجدة من تنظيم جمعية وجدة رياضة للتنمية، التي يرأسها البطل العالمي من مدينة وجدة، البطل العالمي في رياضة التايكواندو عبد القادر سروري. سنبدأ الأهم، سنبدأ المهم، سنبدأ الأجمل، سنبدأ الحوار الرائع والمنافسة من خلال نزالات نهائية تخطيف الأضواء. سي بدر بطبيعة الحال بدايتها بعد لحظات بالنزال الأول، الذي سيكون نزال مدير مغربي سنغالي، يعني لمسة فنية جميلة وحضور كبير من بطلين كبيرين، أمين المساوي من المغرب على مستوى الركن الأزرق، فيما سيكون في الركن الأحمر جورجيس واليسار من دولة السنغال الشقيقة. نعم، يعني صراع قوي ما بين البطل يعني المغربي أمين المساوي والبطل السنغالي. اللي كيميز يعني البطل المغربي واللي كيعطي تميز في هذه المقابلة هو الطول القامة، اللي مقارنة باللاعب السنغالي كيبان واحد الفارق من الطول، وأيضا كذلك التجربة اللي كيتميز بها اللاعب يعني الفريق الوطني، ربما فئة الشبان، فئة الأمل أو الفتيان، اللي هو اللاعب أمين المساوي اللي غيواجه اللاعب يعني السنغالي، اللي حتى هو أبان على مستوى جيد في هذه البطولة وقدم مباريات من المستوى العالي. صراحة غتكون منافسة قوية بين البطلين، وغنشوفوا شكون اللي غيحتكم يعني نقاط القوة والضعف ديالو. وزن أقل من 54 كيلوغرام، نهائي مغربي
السنغالي وانت طرحت الحاله السي بدر يعني نسمع عليه كمدرب الفريق الوطني اليوم يعني تابعت النزالات وتابعت الاقصائيات لانه كان فتره صباحيه وفتره بعد الزوال مخصصه للاقصائيات خيره الابطال واشود الابطال واحسن الابطال هم من وصلوا للفاينل وصلوا للموعد النهائي والبدايه غتكون بوزن اقل من 54 كيلوغرام بالنسبه لك يعني القراءه ديالك التقنيه للمستوى ديال هذا اليوم هذا نعم يعني كقراءه تقنيه للمستوى اليوم كان مستوى جد جد متميز منافسه شرسه من بين الابطال سيما وانهم كيلعبوا يعني باحدث الاجهزه الالكترونيه اللي هو كي بي ان بي يعني من احدث الاجهزه واللي معروف يعني بالسلامه ديالو ما كاينش بزاف ديال المشاكل يعني فيه فالمنافسه غتكون وهذه كبدايه حتى نقربوا للمشاهد الكريم بانه الاعتماد على احدث التقنيات المعمول بها دوليا في اجراء المنافسات على غرار الواقع الالكتروني ما يعرف ب يعني الكي بي ان بي كذلك بانه توفير الجوارب الالكترونيه هذه من طرف طبعا حل الجمعيه المشاركين قصد التخفيف من الاعباء الماديه وهذه من الاشياء اللي جميله كذلك الحضور تقنيه الفيديو يعني نقولوا بانه النسخه هذا النسخه هي النسخه على المستوى التقني منتظر ان تكون ناجحه 100% ونشوفوا مستوى كبير بفضل هذه التقنيات وهذه المستجدات اللي تستعمل لاول مره بطبيعه الحال في هذه البطوله. نعم يعني احد التقنيات كتعرف هذه البطوله سيما انه هذا الواقع الالكتروني عنده سلامه يعني كبيره وكنشوفوا الان النتيجه يعني 5-0 مقابل يعني لصالح اللاعب المغربي فذكرت انه متميز بطول القامه وهذا اللي كيعطي افضليه. كانت رده فعل جيده من طرف السنغالي يعني ضربه امامي على مستوى الوجه لاحظوا بانه الحوار يعني حوار مفتوح ما كاينش جس نابط الكل لاعب بدا النزال بامكانيات وقدرات خصوصا كنشوفوا الضربات اللي كتكون مباشره ضربات كتكون على المستوى خصوصا على مستوى الراس فهي شفناها في مناسبتين كذلك انه مباراه مفتوحه كتاب مفتوح بين اللاعبين معا بين البطلين اكيد كتاب مفتوح ما بين البطلين سيما وانه طول القامه ديال اللاعب المغربي كيعطيه يعني افونتاج على اللاعب السنغالي ونزيد نضيف كذلك بانه السنغالي رغم قصر القامه فهو كيجتاز بالعيون اللي فارقه ويعني كيخلق بها يعني الفارق مع الخصوم ديالو مقابله غتكون مفتوحه ما بين البطلين ويعني الجزئيات البسيطه هي اللي غتحسم هذه المقابله اذا 9-5 الان بالفعل 9-5 يعني تقدم من جانب المساوي اذا ومن يتقدم في النتيجه ننتظروا الروند الاول يعني شفنا حركات جميله تنوع على مستوى الضربات من جانب البطل المغربي المساوي تقدم ب 11-5 اذا 11-5 الان اصبح 13 يعني بعد اضافه نقطتين يعني تاع الحركه التقنيه اللي تسمى يعني بحركه تيتشاكي اللي سجلها اللاعب من المساوي اذا 13-5 بدايه اكثر من رائعه بالنسبه لهذه الجوله الاولى من المساوي يريد ان يكسب الثقه دوران من جانب البطل السنغالي واليسار حركة رائعة شوف دوران لمسة فنية تقنية مميزة تخلي النقطة رقم 16 الآن للمغربي 18-5 يعني شوف معي السي بدر التوالي على مستوى الضربات بهذا الشكل يعطي الافضليه دائما لفائده البطل المغربي امين المستوى. نعم يعني دائما امين في هذا الملتقى كنظن بانه مركز تركيز جيد يعني كيجري المقابله ديالو حسب الامكانيات ديالو كيعتمد على نقاط القوه اللي كيتميز بها وعرف يستغل نقاط ضعف اللاعب السنغالي فهذا الشيء اللي خلى اللاعب السنغالي انه ينسحب فالان فوز اللاعب المستوى المقابل. تحسم الامور من جانب البطل المغربي يتمكن من التتويج باللقب هذا الوزن وزن اقل من 54 كيلوغرام بعد انسحاب جورجيس واليسار من دوله السنغال الشقيقه امين المساوي يختف الاضواء في وزن اقل من 54 كيلوغرام لم يجد ادنى صعوبه هذا انذار فانما يدل انه استعداد كبير للابطال المغاربه من اجل حصد كما يقال الاخضر واليابس بالنسبه لهذه البطوله والجميل انه النهائيات اللي غنتابعوا يعني غيكونوا فيها الابطال المغاربه يعني كاين هناك نزالات اللي غنشوفوا الصراع سيكون صراع مغربي تونسي مغربي كذلك من نيجر مغربي مغربي الان مغربي سنغالي وهذا نأكد بانه يعني الاستعداد هو كبير بالنسبه للابطال المغاربه انه قيمه الحدث والتنظيم هذا الشكل وحتى الحوافز ما جاوش الحوافز الماليه المهمه والتنظيميه تخلي اي بطل مغربي يتمنى انه يكون حاضر اليوم في